الصالح. ده منظر مهندس ده، ده عباجي حنطور. انا عندي شغل ومش فاضيه لك. تعال ادفع. انا مش فاهم ليه انت بتعاملني على اني بلاعه. خد سلك يا حبيبي. بقول لك يا حبيبتي ما بلاش موضوع الادوات والسبلايز والكلام الفارغ ده، بنجيبه كل سنه وبيترمي. نفسي في حد، في حاجه مش موجوده في بقيه البني ادمين. حسين انت الجسم كله بيكهرب، اللي انت بتاخده ده وقرب منها هتحصل قفله. الواد ده شكله ملبوس يا باشا. يا اختي حسين ما فيهوش حته فاضيه اركب لك فيها الفيشه. يعني انا في السن اطلع انا نفسي بحول المنطقه. على فكره وانت بتكهربني كهربتك كانت حلوه قوي. He's the guy who's the talk of the town with the restless guy. انت ثروه قويه. عشان كده يعني انا مش اقل من الواد ميسي ومش اقل من رونالدو. فيلم ثلاث كلمات ماشي. ده بتعمل ايه؟ جاي تلعب افلام؟ بتقول انت عامل في نفسك يا ستي؟ شيلي فشي من نافوخك بقى واتكلي على الله. يا ساده انا عندي حفله في بشتيت. يجي زي ما يجي بس هو الحلو. يجي زي ما يجي بس هو الحلو. يجي هنا هنا هو. انت عارف ان البلد بتمر بأزمة كهرباء كبيرة قوي. قوموا ناموا.